إحياء لاندلاع الثورة التحريرية المجيدة، نظمت المكتبة الرئيسية للمطالعة العمومية محمد المهدي بشلف توأمة مع نظيرتها لولاية البويرة أمسية شعرية، حيث تضمنت النشاطات المبرمجة تعزيز التبادل الثقافي بين المكتبتين مع عرض بعض صور لشهداء المنطقة ومعرض للكتب المحلية. المزيد في تغطية حسين سعيدي. نقف وإياكم وقفة إجلال وإكبار، نسير نمشي نتبسى حتى نتلمسان جزائر اليوم كي الوردة وعلى كيرف. هذا التظاهرة هي احتضان مكتبتين للتعريف بالموروث الثقافي والأدبي والتاريخي الخاص بولاية البويرة هنا بولاية شلف من خلال معرض للكتاب الخاص بالكتاب والمؤلفين من ولاية البويرة، كذلك معرض للفن التشكيلي، صور للمبدعين والمبدعات المتواجدين في ولاية البويرة، بالموازاة كذلك معرض للكتاب المحلي الخاص بكتاب ومؤلفي ولاية شلف، كذلك معرض خاص بشهداء المنطقة، وهناك جلسة خاصة بقراءات شعرية باللغتين العربية والأمازيغية، ينشطها مجموعة كبيرة من الوفد اللي جانا من ولاية البويرة، وبالتالي هو لقاء للرقي بالفعل الثقافي، هو لقاء لدعم المقرؤية والقراءة والكتاب وتحفيز القراء على الكتاب، هو لقاء للتعريف بما تمتلكه الجزائر في كل ولاية من أدب، من تراث، من تاريخ، من معرفة، من ثقافة، وبالتالي هو لقاء للقاء لنرتقي بالفعل الثقافي. بويرة تحل مكتبة سعيداني رابح لبويرة ضيفة من خلال التوأمة المنظمة بين المكتبتين، مكتبة بويرة ومكتبة شلف، ونحن نحتفل بالذكرى 67 لأول نوفمبر. حاولت مكتبة بويرة من خلال النادي الأدبي للمكتبة أنها تعرف بالموروث الثقافي من خلال كتابها وشعرائها في هذا أمسية. احنا بالمكتبة الرئيسية رايحة تكون قراءات شعرية لشعرائنا، شعراء منطقة بويرة، كذلك التعريف بمنطقة بويرة، معاركها وكيف كانت المشاركة تاعها في الثورة التحريرية، كذلك من خلال قاموس الشهداء الحاضر معنا شهداء منطقة بويرة لنعرفوا منطقتنا هنا بالمكتبة الرئيسية، وهذا كله من أجل تحبيب القراءة وتقريبها لقرائنا والتعريف دور المكتبات الرئيسية للمطالعة العمومية.